حاجه ثانيه مثلا احنا عندنا طبعا في السابق كان تعليم وزاره التعليم العالي وتحتها حاجه اسمها الهيئه، كان مسمى الهيئه الوطنيه للتعليم التقني والفني تتبع وزاره التعليم العالي، تو استحدثها وزاره. ففي تهميش كبير للتعليم التقني صراحه يعني. بارك الله فيكم يعني، مشكورين جميعا، بارك الله صراحه احنا موجودين يعني. لكن وجودنا زي ما قلنا هنا ونأكد من خلال البداية من القناة برضه إن هنا نسبة النسبة الأمية زي كنا حتية تعاني من مشاكل قد تختلف من مشكلة أخرى، ولكن القواسم مشتركة كلها تجاه من ناحية المالية والسيولوجية أو في بعض الجهات. ندرك جميع الصعوبات هذه والعراقيل وتدخل بالنداها بحيث انك انت تخدم في بيئه يعني مناسبه يعني بيئه يعني خاليه من المشاكل. وجودنا احنا مش زي ما قلنا مش جمهورنا احنا رقابي اكثر من احنا وجودنا داعم. بارك الله فيكم. في نقطه جوهريه شوي دكتور، في نقطه جوهريه الان منها احنا نسيتها خلينا نزيدها اللي هي احنا عندنا مشكله كبيره. شنو هي؟ من 2015 الدوله ما عادش خلصت متعاونين. زمان كان الاستاذ اللي معاك يقري معاك في الفصل وهو في نهايه الفصل يقول لك استاذ ما تنسانيش الفصل الجاي، لان خلاص كان وقتي هذه يعني نقطه. فاحنا كنا نجيبه في الخبرات الكويس لكويس. توا حاليا من 2015 مش خلاص، ما عادش يجينا حد اللي مكلمه الدكتور يقول لك الدكتور، يعني بدينا نشوف من 2015. من 2015 اصبح بدا كل عرض الوطني. قبل كانت ميزانيات تجيب مرتبات، والميزانيه احنا نفصلها عليه. من شهر 3 2015 بدا كل يجي اي مرتب يجي على ارض الوطن. إذا ما عادش عندك توفر انك انت تحرك جي دسك بالدسك بالظبط. يعني عندنا 200,000 مين متصرفين؟ متصرفين الخدمات الماليه. لكن هو من حق من يمحق القطاع او التعليم والصحه وزي ما كلهم مراقبات الخدمات الماليه على مستوى الدوله كلهم بنفس الكيفيه. جي نهايه العام تلقى عندهم بالملايين في حساباتهم زايد. شنو هي؟ استاذ الماليه من برا كنا هذا كله مستعمل في الخدمات الماليه. احنا مش نفس مش نفس المراقبات الماليه تبع التعليم وغيرها لكن احنا ما نتبعوش احنا مباشر الوزاره بتاعنا. بالظبط. ما يعطوكش القيمه يا استاذ. انا مرات باش نصير التليفون هو عندي 10,000 اعطيني 1000. السلام عليكم. طلب النمط يحاول تفهموا هذا الاركان، لازم تعطي المسؤول اهميه رساله واضح له شده الحاجه وشده الاهميه. مع ذلك مع المطالبه الشخصيه للاسف هذا الوضع الحالي ووضع الاداره الليبيه بالذات للاسف الشديد علاقات شخصيه تلعب دور شوي، ولكن ديما وضح اهميه حاجتك للمبلغ المالي المطلوب. وبعدين زي ما تفضلت يا دكتور التعليم التقني راه بدير على مبني على التعليم التقني فعلا زي ما تحكي فعلا. لكن احنا العكس لا لعدم معرفه المسؤول الليبي لاهميه التعليم التقني. احيانا انت محتاج لمرحله تاخذ سنتين او ثلاث سنوات للتعريف بقيمة وأهمية التعليم التقني على مستوى الدولة. حتى المسؤولين لما يتهيئوا ويبدأ حاطها في اعتبارها. شنو قيمتها وشنو أهميتها هذا توقف على تعريفكم أنتم بها، تعرف ورش العمل والأدوات توضح أثره ودوره على اقتصاد الدولة وعلى مستوى الدولة في جميع القطاعات. التعليم التقني أساس في الدول الآن. بالتوفيق عموما، نسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. داعم لأعمال بتاعكم وحاول كيف قدر كان وفركم بيئة مناسبة للمعمل. نسأل الله أن نربي إليكم وعملكم هذا وربكم شيء وعمل إنساني التعليم. طول أول عمل سيدي هاي دكتور هنا أستاذ إبراهيم استشار أستاذ أخطار مكتب قاطع أستاذ عيد الدكتور من مدينة قدس أستاذ أحمد مستشار الحرم الطبية تعطيك الوزارات الخدمية تقدم خدمة المواطن من التعليم.
تأتي زيارة ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمختلف إداراته ومكاتبه. زيارة اليوم لمدينة صبراتة، تمت الزيارة لمختلف المؤسسات سواء على الصعيد الأكاديمي والتعليمي والصحي، كذلك كانت البداية بجامعة صبراتة، ثم زيارة لمجموعة من المعاهد العليا التقنية، ثم بعد ذلك زيارة للمؤسسات الصحية المتمثلة في مركز العلاج القلب، كذلك المستشفى العام صبراتة، وكذلك مستشفى علاج الأورام. تأتي هذه الزيارة لمتابعة معايير العمل المؤسسي الرقابي بمختلف المؤسسات الخدمية والتعليمية وكذلك والصحية، وكذلك تدليل الصعاب ولتعزيز مبدأ ونشر ثقافة مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات. على طول الاشتفاء هذا الحمد لله هنشوفه في الشيء باش معكم شيء احتياجاتكم أطول هي الجب نحاول نتمنى احنا بالتقليل وعلى طول طريق نحاول التوصيات نحاول انك تتخذون انا بمفوض في المتجنة نحاول يعني كده تخل في بيئة الشديد أصبح يعني معظم المستشفيات المرافق الصحية تدار عن طريق التبرعات. أنا دور فيك عضو المعارض مجموعة شكرا وإحنا قصتنا تبدأ من تحت السفر، يعني إحنا بدأنا من تحت السفر ولازلنا في مرحلة صفر تقريبا، لكن إحنا صعوبة في المنزل. وعدنا أن كم من مرة أن يزودونا بمصلحة. على طول كيف يا رجل؟ مدنا قريب. المركز هذا يعتبر مركز يعني يجمل المنطقة الغربية، يعني تجورة هي راس الدير، ما فيش بدلة في تجورة، مهمش حقيقة المركز يعني بالمجهودات هي مثلا التي عندهم يعانون كثير من المشاكل، يعني ما فيش حجر عمليات ديوان هناش، يعني هذا كله احنا بنحل الحلول العراقيل هذه، يعني الوزارة أو المجلس الرئاسي تقريبا اللي صدر القرار علاش ما تنفذش عند اللقطة هذه، يعني إنشاء عملية القصر في